طبعا بعد أن دارت الحرب في هذه المحافظة حدث بعض النفور بين مكونات هذه المحافظة، فاليوم نحن مبادرين وإن شاء الله تكون هذه الرسائل رسائل هادفة بناءة تحدث تغيير إيجابي ينصب بصالح مكونات هذه المحافظة. هي مبادرة حلوة طبعا، ونحتاج دائما من فترة الأخرى يكون اكو هالشكل مبادرات بالمنطقة على مود الناس اللي ما تعرف هاي المناطق، ضروري جدا انه تعرفها.